السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الووردبريس دي منصة تقدر تعمل موقع بتاعك بسهولة شديدة جدا، وفي منها مجاني وفي منها مدفوع تقدر تحط على الموقع بتاعك، حاجة جميلة جدا. لكن في ادنس لازم ان احنا نضيفها. الادنس او البلجن حاجة بنضيفها جوه الموقع بتديله قوة او جمال او. فانت بتلاقي حاجات كتيرة جدا موجودة، لو سطتهم كلهم الموقع بتاعك ممكن يقع حقيقي، يعني ممكن تكون في واحدة فيهم قديمة، ممكن تعمل لك مشاكل، ممكن تبطأ. فلازم بحرص تختار اللي انت عايزه. احنا بقى بنهمل حاجة معينة اللي هو الحماية، يعني في وسط حتى انت بتسطبها لازم تحط حاجة تحمي الموقع بتاعك. انا جربت حاجات كتيرة جدا، ودي الأداة اللي عجبتني. تمام، كان في تروجان كده بيهاجم فلقيت الأداة ديت، وده مش كلام انا لوحدي او بعمل لهم دعاية، ده هنا 4 مليون اكتيف انستليشن، يعني في نفس اللحظة دي في 4 مليون. طب الحاجات اللي منافسة لو كتبت كلمة سيكيورتي او كتبت اي كلمة تانية هتلاقي الحاجات في حدود 50,000، 100,000، 10,000، حاجات زي كده. تمام، ده بس اللي واخد ايه 3 مليون، وده متخصص في الباك اب، وانا متذكر ان هو كان فيه فلوس المفروض انها بتتفق. فده مجرد ان انت هتدوس عليه وتقول له اكتف هيبدأ ان هو يشتغل معاك. بعد ما بيشتغل معاك هتلاقيه نزل معاك هنا، هتدوس عليه وتبدأ تربط حسابك الشخصي بيه، بحيث ان هو ايه لو في اي تنبيه يبدأ يبعت لك، يقدر يعمل لك سكان، كان عندي مشكلة الموقع مش راضي يفتح، راح حلل المشكلة ديت. يعني حاجة أداة قوية جدا لازم انت تستخدمها عشان تحمي موقعك، ولو في اي هجوم عليك بيقدر ان هو يحميه، او على الاقل ينبهك يبعت لك ان في اي مشاكل وهكذا. فيا ريت الناس تطبق البلاجنز ديت، لانها يعتبر زي حائط ناري او فاير وول بيعمل سكان من الفيروسات والحاجات اللي هي ممكن تضر الموقع بتاعك.